السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي sport.net الذي يتناول أبرز الأحداث المحلية والعربية وكذلك العالمية التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإلكترونية الأخرى. البداية دائما تكون من أبرز الأحداث المحلية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وسنتابع في أبرز الأحداث والأخبار المحلية، والبداية من موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم. العلاق يبحث مع مسعود تنفيذ قرارات رئيس الوزراء. التقى الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود لبحث تنفيذ قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي في اجتماع الأخير مع رئيس وأعضاء اتحاد الكرة. وقال مسعود إن العلاق وجه بتسريع خطوات تنفيذ قرارات رئيس الوزراء ووضع خارطة زمنية تضمن التنفيذ بلا معرقلات. يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي كان قد أمر بزيادة ميزانية اتحاد الكرة وتخصيص 25 درهما لبناء ملاعب تدريب خاصة للمنتخبات الوطنية فضلا عن أمور لوجستية أخرى. ومحليا أيضا نتابع في موقع الاتحاد، ستجرى قرعة نهائيات كأس آسيا في آيار التي يشارك فيها العراق. بمشاركة العراق ستجرى في 14 من آيار قرعة نهائيات كأس آسيا التي تنطلق منافستها في 5 من كانون الثاني من العام المقبل. وفقا للتصنيف الحالي فإن منتخبنا يأتي ضمن المستوى الثاني الذي يحتل المركز 11 على مستوى قارة آسيا. ومن المقرر أن تقام نهائيات آسيا بنسختها المقبلة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة التي كانت تلعب بمشاركة 16 منتخبا منذ نسخة 2004 التي أقيمت في ذلك الوقت في الصين. ونتابع في الموقع، اللجنة الأولمبية الأولمبي العراقي يعزز تحضيراته لدورة الألعاب الآسيوية. تفوق منتخبنا الأولمبي 4 أهداف من دون رد على فريق مسيمير أحد أندية الدرجة الأولى القطرية ضمن اختتام معسكره التدريبي تحضيرا لدورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ. وبيّن المدير الإداري للمنتخب كريم فرحان أن الفوز جاء بعد تفوق اللاعبين وتقديمهم للأداء الفني الجيد، منوها إلى أن الفريق فاز في المباراة الأولى على الوكرة، وذكر أن المعسكر التدريبي يأتي بدعم اللجنة الأولمبية من أجل رفع كفاءة المنتخب العراقي للمشاركة المرتقبة في البطولة الآسيوية التي ستجرى في أندونيسيا. ومن موقع اللجنة الأولمبية إلى الغد برايس، والأولمبية العراقية أيضا تقول أنها تنتظر رد الأولمبية الدولية لتحديد الانتخابات. أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية عن انتظارها رد الأولمبية الدولية لتحديد إجراء الانتخابات. وقال الأمين العام للجنة عباس الجميلي أنه لا يوجد إيقاف لعمل الأولمبية العراقية كما ورد، لافتا إلى أن فترة المكتب التنفيذي انتهت وتنتظر الأولمبية العراقية قرار الأولمبية الدولية حيال هذا الأمر، حيث تم إيقاف بعض الأعمال. ومن الغد إلى الموقع أو المركز الإعلامي الرسمي لنادي الميناء على فيسبوك، معالج الفريق يقول أن علي حسني سيغيب 8 أيام بسبب الإصابة. أعلن نادي الميناء غياب مهاجمه علي حسني لمدة 8 أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في بطولة الصداقة الدولية التي أقيمت مؤخرا في البصرة. وقال معالج الفريق فارس عبد الله إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية الكاملة للاعب اتضح أن إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بعضلة الفخذ للرجل اليمنى. وأضاف أن اللاعب سيخضع لعلاج مكثف وراحة سلبية لمدة 5 أيام وبعدها ل3 أيام إلى تأهيل بدني. وفي فيسبوك أيضا في موقع نادي الطلبة الرياضي، محمد كاظم مدربا للأنيق يساعده حسان تركي. سمى التلات الإدارية لنادي الطلبة المدرب العراقي المحترف محمد كاظم مدربا لكرة الأنيق لقيادة الفريق في المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز. وأعلنت الهيئة الإدارية تسمية كاظم الذي سبق له العمل في قطر خلفا للمدرب عصام حمد الذي تم اعتقالته بعد تركه الفريق.
كما تم تسمية حسان تركي مساعدا للمدرب برفقة حامد كاظم مدرب حراس المرمى وعلاء عبد الله مدرب اللياقة البدنية. ومحليا أيضا وفي صحيفة بلادي اليوم دورات تدريبية آسيوية في ثلاث محافظات. قال عضو اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد المركزي لكرة القدم عادل القصاب إن إقامة الدورات الآسيوية الحديثة ترتقي بمؤهلات المدربين وتسهم في تعزيز فرص حصولهم على مهمات تدريبية. وبشأن الدورات التدريبية التي ستقام في المدة المقبلة أوضح القصاب أن هناك دورة بي ستقام في محافظة البصرة بإشراف الدكتور قاسم لزام، وكذلك سيحضر الكابتن رحيم حميد لمدربين في دورة بي أيضا ستقام في محافظة ديالى، كما ستجرى دورة سي في محافظة أخرى. ومن بلادي اليوم نتابع أيضا في نفس الصحيفة الاتصالات يتوج ببطولة العراق للشطرنج. توج نادي الاتصالات ببطولة أندية العراق للدرجة الممتازة بالشطرنج والتي شهدت مشاركة أكثر من 140 لاعبا يمثلون 14 ناديا. وتمكن الاتصالات من حسم اللقب السابع على التوالي برصيد 24 نقطة، فيما حصل نادي البيشمركة من محافظة السليمانية على المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، ولكنه تخلف بفارق نقاط الطاولات، وكذلك الحال بالنسبة لفريق خان زادة من محافظة أربيل الذي حل ثالثا. وقال رئيس اتحاد اللعبة من جانبه ظفر عبد الأمير إن الدوري الممتاز لهذا العام يعد من أقوى الدوريات التي نظمها الاتحاد المركزي للشطرنج. ومن الشطرنج إلى اللجنة الأولمبية، الجودو يبدأ الإعداد للنزالات الأسيوية. بدأ منتخب الجودو العراقي لفتيات الشباب والناشئين إعداده بانتظام في المعسكر التدريبي الداخلي، وذلك بغية المشاركة في بطولة آسيا المقرر أن تجرى في لبنان ابتداء من 5 أيار. وبنى ذلك مدرب المنتخب موسى حسن، وأوضح أنه يعمل مدربا ويساعده علي عبد الخالق، حيث تم اختيار 22 لاعبا للالتحاق في المعسكر التدريبي استعدادا لاستحقاق القاري المقبل. وسيتم تقليص عدد اللاعبين بحسب الكفاءة والأهلية لمن يثبت جدارته في تمثيل العراق ضمن نزالات القارة التي ستشهد مشاركة لاعبي أفضل البلدان برياضة الجودو. في خبر أخير في الشأن المحلي نتابع في إعلام اللجنة البارالمبية، البارالمبية تتعاقد مع مدرب إيراني لتدريب منتخب سلة الكراسي. تعاقدت اللجنة البارالمبية مع المدرب الإيراني عباس خاكي لتدريب منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة الذي يحضر لبطولة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا. وتضمن العقد أن يقوم المدرب الإيراني خاكي بتدريب المنتخب العراقي حتى نهاية دورة الألعاب الآسيوية التي تقام شهر تشرين الأول المقبل. أداء سبق للمدرب الإيراني اللعب للأندية الإيرانية ودرب بعضا منها وحقق نتائج متقدمة معها. أما الآن مشاهدينا فنأخذكم إلى أبرز الأحداث والأخبار العربية، لكن بعد هذا الفاصل. أجدد الترحاب بكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الأحداث العربية. وسنتابع في صحيفة الجزيرة دوت كوم طاقم حكام سعودي في مونديال روسيا. اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طاقم تحكيم سعودي ضمن قوائم حكام كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا صيف المقبل. واختار الفيفا طاقم تحكيم مكون من فهد المرداسي حكما للساحة والمساعدين عبد الله الشلوي ومحمد العبكري. ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن سعادته باختيار طاقم حكام سعودي ضمن قوائم حكام المونديال، متمنيا لهم أن يكونوا فاتحة خير لملف التحكيم السعودي ويمثلون بلادهم خير تمثيل. ولدينا أيضا في استاد الدوحة طالب سالم أول وأصغر حكم قطري في المونديال. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القائمة النهائية أيضا للحكام والحكام المساعدين الذين سيديرون مباريات مونديال روسيا. وضمت القائمة الرسمية الحكم المساعد الدولي القطري طالب سالم المري الذي أصبح أول حكم أو حكم مساعد قطري يظهر في نهائيات كأس العالم. كان المري أصغر حكم مساعد في تاريخ قارة آسيا يحصل على الشارة الدولية، وسيصبح كذلك أصغر حكم مساعد في بطولة كأس العالم.
من استاد الدوحة إلى الصفحة الرسمية لتركي آل الشيخ، ويعلن فيها قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية رسميا. أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ اعتذار الاتحاد القطري رسميا عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية، ولم يفصح آل الشيخ عن أسباب اعتذار الأندية القطرية. ومن المقرر أن تقام البطولة في أب المقبل وحتى أبريل 2019 على أن تقام بنظام الذهاب والإياب بمشاركة 32 فريقا. وأعلن الرجاء والوداد المغربيين ووفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريين والترجي والنجم الساحلي التونسيين والأهلي والاتحاد والهلال السعوديين والجيش السوري مشاركتهم رسميا في البطولة العربية. وفي موقع كورة أيضا، وفي ضمن الإطار الجزائر تشارك بثلاثة أندية في البطولة العربية. سمح الاتحاد العربي لكرة القدم أيضا لنظيره الجزائري بإضافة فريق ثالث يشارك في البطولة العربية للأندية التي ستنطلق في أب المقبل. واختار الاتحاد العربي للعبة ناديي وفاق سطيف واتحاد العاصمة لتمثيل الجزائري في النسخة المقبلة من بطولة الأندية. عكس ما حدث من قبل، فأن اتحاد الكرة العربي منح الحرية لرئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زاتشي في اختيار الفريق الثالث. هناك عدة أندية بإمكانها الظفر بالمشاركة في المنافسة العربية على غرار شباب بلوزداد حامل لقب كأس الجزائر ومولودية الجزائر وشباب قسنطينة واتحاد سيدي بلعباس ومولودية وهران. عربيا أيضا، من كورة إلى سكاي نيوز، الوحدة بطلة لكأس الخليج العربي في الإمارات. فاز الوحدة على الوصل بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا للمرة الثانية في تاريخه بكأس الخليج العربي الإماراتي للمحترفين. وافتتح طارق الخديم التسجيل لمصلحة الوحدة واتبعه زميله سباستيان نتيجالي بالهدف الثاني، وسجل للأصفر رونالدو مينيديز، وبذلك يتوج الوحدة للمرة الثانية في تاريخه بالكأس الذي كان قد أحرزه لأول مرة في موسم 2016، وثاني إنجاز محلي له هذا الموسم بعد تتويجه بطلا لكأس سوبر الخليج العربي في يناير الماضي في الإمارات. ونتابع أيضا في موقع الإسبورت، نادي الإمارات يتعاقد مع المدرب السوري نزار محروس. تعاقد نادي الإمارات الإماراتي مع مدرب السوري نزار محروس مدربا جديدا للفريق بدلا من التونسي نور الدين العبيدي. ويأتي التعاقد مع نزار محروس حتى نهاية الموسم الجاري الذي تبقى منه ثلاث مباريات، حيث يلتقي الإمارات مع الجزيرة في السابع من نيسان، ويحتل الإمارات المركز قبل الأخير في ترتيب المسابقة ونفسه رصيد حتى الذي يحتل المركز الأخير، ولكن الإمارات يتفوق بفارق الأهداف. ونتابع في موقع 360 الرياضي، النصر الإماراتي ينفي التفاوض مع أحمد الشيخ. نفى مصدر مسؤول من إدارة نادي النصر الإماراتي ما تردد عبر مواقع إخبارية حول دخول العميد في مفاوضات مع الأهلي المصري بهدف ضم لاعبه أحمد الشيخ المعار حاليا إلى نادي الاتفاق السعودي. وانتشرت أخبار غير صحيحة في الفترة الماضية بحسب النادي الإماراتي حول محاولة النصر ضم عبد الله السعيد والأرجنتيني فوكوندو فيريرا مهاجم شختار الأوكراني الذي تفوق قيمة عقده في سوق الانتقالات أكثر من 6 ملايين يورو. وعربيا أيضا، في موقع كورة، الاتحاد المغربي يعاقب أوشيا بعد واقعة مابيدي. قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف يوسف أوشيا مدافع الجيش الملكي ثلاث مباريات مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم مغربي. وكان أوشيا قد اعتدى على فيفيان مابيدي لعب المغرب التطواني في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 22 بالدوري المغربي للمحترفين. وغرم مجلس إدارة الجيش الملكي أيضا أوشيا بمبلغ 3000 دولار بعد أن مثل أمام المجلس التأديبي للفريق، حيث رفض السلوك الذي قام به اللاعب بعد اعتدائه على مابيدي. عربيا أيضا، سنتابع في تويتر والموقع المصري اليوم، أبو تريكة ينهي تعاقده مع شبكة بي إن سبورتس ويعود للقاهرة. تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن عودة قريبة للاعب الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة إلى بلاده خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تأييد حكم رفع اسمه من قوائم الإرهاب.
وذكر الصحفي علاء عزة المقرب من أبو تريكة أن الأخير يستعد للعودة خلال الأيام القادمة للقاهرة بعد انتهاء عقده مع شبكة قنوات بيان سبورتس القطرية حيث يعمل محللا. وقد عزة أن الشبكة خاطبت أبو تريكة بشأن تجديد التعاقد إلا أنه يرغب في العودة إلى بلاده قبل أن يحسم أمر تجديد عقده من عدمه مع بيان سبورتس. وعربياً أيضاً وفي آرتي سبورت، أول مصرية تحكم مباريات كرة قدم للرجال. قررت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أن تكون منى عطلة أول حكم نسائي لكرة القدم للرجال في مصر، ودارت منذ أيام لقاء في دوري الدرجة الثالثة بين فريقي حلوان وأبو النمرس. وقالت منى عطلة إنها ولدت في عائلة رياضية، فوالديها وأشقاؤها الأربعة يقومون بالتحكيم أيضا في دوري الدرجة الأولى المصري، بينما شقيقتها أسماء تعمل حكما مساعدا لكرة القدم النسائية. مشاهدينا، أما الآن فنأخذكم إلى الشق الأخير من البرنامج والأحداث العالمية، لكن بعد فاصل قصير انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا للجزء الأخير، وسنتابع فيه أبرز الأحداث والأخبار المحلية، والبداية من موقع سكاي سبورتس. ونتابع فيه لأول مرة منذ 80 عاما حكام بريطانيا يغيبون عن المونديال. لن يشارك أي حكم بريطاني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا هذا الصيف في أول غياب من نوعه منذ 80 عاما. ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قائمة تضم 36 حكما و63 مساعدا من 46 دولة، ليس من بينها انجلترا وويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية. وكان أكبر تمثيل من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة حكام ومساعدين. وسيجري اختيار حكام الفيديو الذي سيطبق بكأس العالم لأول مرة في روسيا من بين أعضاء القائمة المعلنة. ولدينا أيضا في صحيفة سبورت الإسبانية الكشف عن عودة نيمار قريبا. ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن النجم البرازيلي نيمار سوف يعود للعاصمة الفرنسية باريس نهاية نيسان من أجل المشاركة مع سان جيرمان في المباراة الأخيرة من الموسم الجاري. الصحيفة قالت أن نيمار قد يشارك مع باريس مطلع أيار المقبل في المباريات الأخيرة من الدوري الفرنسي ونهائي كأس فرنسا الذي سوف يصل له الفريق الباريسي حال عبور كان في نصف النهائي. وختمت الصحيفة تقريرها بأن نيمار لا يستبعد المشاركة ضد أميان في الدوري الفرنسي قبل يومين من نهائي كأس فرنسا. ومن صحيفة سبورتس إلى داريو جول الإسبانية أيضا، مانشستر يونايتد يعرض على رونالدو العودة للشياطين. كشفت تقرير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرض على لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد العودة من جديد لصفوف الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية. وذكر موقع دياريو جول الإسباني أن مانشستر يونايتد يرغب حاليا في استعادة رونالدو من جديد، حيث سيستغل توتر العلاقة بينه وبين فلورنتينو بيريس رئيس ريال مدريد، وذلك من أجل إقناع لاعب العودة. وأشار الموقع إلى أن رونالدو غاضب من بيريز لأن الأخير يرفض تجديد عقد النجم البرتغالي بحجة أن هذا الأمر سابق لأوانه. ولدينا في صحيفة أكسبريس البريطانية، يونايتد أيضا يقدم عرضا مغريا لأليكس فيدال. ذكرت تقرير صحفية نقلتها صحيفة أكسبريس أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم عرضا مغريا لفريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك من أجل التعاقد مع تشيلي أرتورو فيدال. وذكرت الصحيفة أن إدارة يونايتد قدمت عرضا لفريق بايرن ميونخ لا يمكن رفضه، حيث سيدفع الشياطين الحمر مبلغ 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع فيدال الذي سينتهي عقده مع العملاق البافاري الموسم المقبل. لذلك فإن هذا المبلغ يعتبر جيد للغاية في لاعب يتبقى فقط موسم واحد في عقده. ونتابع في الشبكة الإسبانية الرياضية، ريال مدريد مهدد بفقدان إيسكو بسعر منخفض. ادعت الشبكة الإسبانية الرياضية بأن ريال مدريد قد يخسر نجمه الإسباني إيسكو في الميركاتو الصيفي
بسعر أقل بكثير من الذي يستحقه بعد تصريحات اللاعب الأخيرة التي ألمح فيها إلى إمكانية رحيله. وبينت صحيفة ذا صن أيضا أن إسكو قد يرحل بسعر أقل من ذلك بعد تصريحاته الأخيرة، وربما يكون 40 مليون جنيه استرليني مبلغا كافيا. وسخرت صحيفة آس الإسبانية بدورها والمقربة من ريال مدريد من هذه التقارير، وأكدت على استحالة حدوث ذلك كون إسكو يعد من أفضل اللاعبين في العالم وأكثرهم موهبة. ونتابع في صحيفة مترو البريطانية، برشلونة يبحث عن بديل أومتيتي في أشبيليا. بدأ برشلونة الإسباني في البحث عن بديل لمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي لم يجدد عقده حتى الآن مع النادي الكتالوني. وكشفت صحيفة مترو البريطانية أن برشلونة وضع عدة أسماء من أجل تعويض رحيل أومتيتي المحتمل إلى إنجلترا. وقالت وسائل الإعلام الإسبانية من جانبها إن عملاقي الليغا برشلونة وريال مدريد يريدان ضم الفرنسي كلمنتال إنجلند مدافع أشبيليا. وفقا لصحيفة مترو فإن برشلونة جهز بالفعل مبلغ 30 مليون يورو من أجل الفرنسي كليمنت، وهو قيمة فسخ التعاقد بين اللاعب وناديه الأندلسي. وفي الموقع الرسمي للنادي موناكو يجدد عقده مع اللاعب موتينهو. مدد لاعب الوسط البرتغالي الدولي جواو موتينهو عقده مع نادي موناكو الفرنسي لغاية يونيو 2020. وقال نائب رئيس موناكو فاديم فاصلي فإن موتينيو لاعب قدير يملك الخبرة وهم جدا لمشروع النادي الفرنسي. هذا التحق موتينيو بموناكو عام 2013 تزامنا مع انضمام الثنائي الكولومبي رادميل فالكاو وخاميس رودريغيز اللذين سبق له اللعب إلى جانبهما عندما كانوا جميعا في صفوف بورتو البرتغالي. وفي صفحته على انستغرام حاتم بن عرفة يعلن رحيله عن باريس. أكد جناح الدولي الفرنسي حاتم بن عرفة أنه لن يواصل مشواره مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي. وكتب لاعب ليون ومارسيليا ونيس السابق في حسابه على موقع انستغرام إن مغامرته في باريس سان جيرمان ستنتهي قريبا، مؤكدا أنه رغم الأوقات الصعبة لأنه سعيد لارتدائه هذا القميص. هذا وعانى بن عرفة لفرض نفسه ضمن تشكيلة فريق المدرب الإسباني أوناي إمري ولم يشارك في أي مباراة منذ 5 أبريل 2017، ورغم ذلك قرر البقاء في الفريق الباريسي حتى نهاية عقده. ونتابع في الشبكة الإسبانية تغيير تمثال رونالدو السمين إلى رونالدو العجوز. أصلح النحات البرتغالي إيمانويل سانتوس خطأه بعد عام من تحت تمثال تعرض لانتقادات كبيرة لأفضل لاعب كرة قدم في العالم كريستيانو رونالدو. تمثال رونالدو المشوه وضع في مطار ماديرا مسقط رأس نجم ريال مدريد تقديرا لجهوده. ونقلت شبكة سكاي نيوز أن سانتوس استجاب لتحد من موقع ريبورت الرياضي الذي طلبه بنحت تمثال آخر لرونالدو على أن يكون أكثر دقة، ويبدو أن الفنان البرتغالي نجح في ذلك. ونتابع أيضا في صحيفة تايمز لاعب التنس المخضرم السويسري روجر فيدرر ينسحب من الدورات الترابية. أكد لاعب التنس السويسري روجر فيدرر أنه لن يشارك في موسم الأراضي الترابية بالكامل لهذا العام بما فيها بطولة رولان جاروس ثاني بطولات الأربعة الكبرى. وقال فيدرر الذي تنازل عن صدارة التصنيف العالمي لغريمه الإسباني رافائيل نادال بعد خروجه من الدور الثاني لبطولة ميامي الأمريكية، قال إنه قرر عدم المشاركة في موسم الأراضي الترابية. هذا يتمتع السويسري بالعديد من النقاط للدفاع عن الصدارة خلال الموسم الترابي، وبالتالي سيكون تحت ضغط أكبر للدفاع عن الصدارة والبقاء فيها. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.